السلام عليكم حبيباتي، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديال هذا النهار، هذا فيديو جديد على قناتي كيف ما عودتكم دائما. المهم اليوم غادي نشارك معكم ثلاثه الحويجات اللي غينفعوك ان شاء الله، وانا اكيد انهم غادي ينفعوك في الطبله ديال رمضان ان شاء الله يا ربي. المهم غنشارك معكم الكغاطه كيف ما كتشوفوا كتجي رائعه، بطاطا اللي غادي تطبغي بالكريمه، وغادي نصاوب معكم ميني باغيت اللي بحشوه حتى هي اللي لذيذه، وعجين سحري غادي تعتمدي عليه ان شاء الله، ولي كريب اللي غايجيو حتى هما رائعين بحشوه ديال التفاح والشكلاط. المهم ها نتوما معايا. المهم البنات، اول حاجه غادي نبداو بها ان شاء الله هما لي كريب. لي كريب نصاوبوهم على تيسا ونخلوهم. المهم غنبدا معكم ان شاء الله في المقادير. عندي نص سطر ديال الحليب ومعلقه كبيره ديال سنيده، عندي جوج فاني. المهم كلشي في الخلاط الكهربائي كيف ما كتشوفوا، درت الحليب وزدتو السكر وزدتو الفاني، قلنا جوج. غادي ندير واحد ثلاثه ديال البيضات ومعلقه كبيره ديال الزبده دايبه بطبيعه الحال. من بعد غادي نزيدو الطحين وقريصه ديال الملح. المهم عاد نزيدو الطحين بشويه بشويه، عندي 225 غرام ديال الطحين. المهم لي كريب كيبغيو يتخلطوا مزيان، يعني يطربوا مزيان كيف ما كتشوفوا. خلط الحليب مع البيض هو الاول طرب مزيان، عاد زد الطحين بشويه بشويه. المهم ها نتوما كتشوفوا الطريقه. المهم بعد ما طحن الخليط ديالي مزيان، غادي نشدو واحد البانيو نخوي فيه الخليط ديالنا. الا كنتو متاكدينش بان تخلط مزيان تقدروا تصفيوه بشي صفايه. المهم غادي نخليوه يرتاح على جنب وندوزو نصاوبو الحشو ديال التفاح كيف ما قلت لكم اللي كيجي زوين ورائع. المهم انتم معايا. المهم دابا غادي نشدو واحد جوج تفاحات يكونوا كبار او ثلاثه، المهم داكشي اللي بغيتو. غادي نحيدو لهم القشره ديالهم بطبيعه الحال، وغادي نقطعهم على شكل هكا بحال مثلثات صغار. مهم في المقله عندي واحد جوج معالق صغار ديال الزبده. الزبده تكون زوينه، يعني ماشي الزبده ديال البواطه، تكون من نوعيه جيده باش كتطلق هذاك لوغو ديالها في التفاح. المهم الحشوه كتبقى اختياريه، ولكن بالتفاح حتى هي كتجي رائعه. دائما كنصاوبوا لوليداتنا بالحشوه ديال البنان او قرقاع ولا شي حاجه. المهم نحاولوا نغيروا شويه، قلت ندير لهم الحشوه ديال التفاح مع الشكلاط كتواتى مع بعضياتها وكتجي لذيذه بزاف بالنكهه ديال الفاني. المهم هنا بعد ما قطعت التفاح ديالي غادي نديرو فوق الزبده اللي دابت بحال هكا مع التحريك من طبيعه الحال، والتفاح دغيا كيطيب. المهم غادي نزيد واحد جوج معالق كبار ديال السكر. المهم السكر كيبقى حسب الذوق، تقدروا ديروا غير معلقه واحده من طبيعه الحال مع التحريك. وغادي نزيد واحد الفاني باش ننسمو، وانتم ليكم الاختيار، تقدروا تنسمو باش ما بغيتو، تقدروا تنسمو بلا كان كيعجبكم حتى لوغو ديال القرفه حتى هو كيجي زوين. المهم هنايا راه بعد ما ارتاح لي كريب ديالي صافي غنبدا نطيبهم. المهم راه دغيا كيطيبو، دهنت المقله بواحد شويه ديال الزبده نوبت الاولى صافي، وكنبدا كنطيب عادي. المهم انا غنستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل لي كريب ديالي كاملين. المهم هنا البنات كيف ما كتشوفوا رانا قطعت بطاطا على شكل دوائر رقيقه باش نصوب بها الكغاتان. المهم غنزيدها مليحه ونخليها طيب على خطر خطرها. وفي هذه الاثناء هذه غادي ندوز نصوب العجين ديال المملح اللي قلت لكم ديال لي باغيت. المهم عجين كيجي رطب وغزال. هنا عندي 500 غرام ديال الفورس، الفورس بنوعيه جيده. غنزيد عليه معلقه صغيره ديال الخميره حبيبات، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه. غادي نزيد عليه جوج معالق ديال الزيت الروميه، غنزيد عليه معلقه كبيره ديال السنيده وبطبيعه الحال مليحه،
وكاس ديال الدار المسوس. غادي نجمع العجين ديالي بالماء دافي، المهم عجين كيكون رطب. من بعد عاد نزيد جوج معالق ديال الزبده، غادي نجمع العجين ديالي كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه. المهم راه العجينه معروفه باش يعني كي كتجمع الوقت ديالها الكافي باش كترتاح. المهم هذا العجين ضروري غادي يخمر واحد نص ساعه كيف ما كتشوفوا هنايا. دابا عاد غادي نزيد هاد جوج معالق ديال الزبده وندلك العجين مزيان مزيان ونخليه يرتاح. المهم ضروري تدلكوه باش تدخلوا هذيك الزبده للعجين كيف ما كتشوفوا هنايا. المهم انا غادي نبقى ندلك فيها حتى كتجمع، عاد ندوز ان شاء الله باش نصاوب الحشو ديالنا اللي بسيط وساهل وكيجي لذيذ. غادي نصاوبو ان شاء الله بالطون لحقاش هاد الحشو هذا كيجي لذيذ بزاف، سيرتو فهاد لي باغيت هادو. المهم هي العجينه ديالي دلكات مزيان، غادي نديرها في هاد البانيو نخليها تخمر لواحد المده ديال نص ساعه، عاد نرجعو نشكلوها بالشكل اللي بغينا. المهم هنا في مقلاة دايره الفلافل الملونين، البصله وفلفله حمراء وفلفله خضراء، المهم اي فلافل عندكم. وعندي خيزو محكوك والزيتون مقطع. هنا كيف ما كتشوفوا صفيت الكغاطا ديالي، صفيت البطاطا ديالي من الماء وشديت واحد المول دهنته بالزبده وغنحط البطاطا ديالي بهذه الطريقه هذه. المهم غادي نوريكم الكريمه اللي غادي ندير. عندي هنا جوج كيسان ديال الكريمه، غادي نزيدها الثومه محكوكه والملح والابزار. صافي هذه هي الطريقه ديال هاد الكغاتان هذا. واللي ما عندوش هاد الكريمه هذه يقدر عوض ما يسلق البطاطا في الماء يسلقها في الحليب، من بعد يصفيها ويحطها في المول، وهذاك الحليب اللي غيبقى غيزيدوا معلقه كبيره ديال الزبده ويزيد جوج معالق ديال الطحين، يعني غتولي صوص بشاميل. ويدير نفس الطريقه يعني يخوي على بطاطا بحال هكا ويخوي الفرماج. ومن عندي الكريمه داكشي علاش طيبت بها هاد الكغاطا هذا، راه كتجي لذيذه بزاف البنات، سيرتو هذيك الثومه طريه، يعني ماشي الثومه بودره، يعني الثومه طريه هي اللي ديرو. درت انا جوج فصول ديال الثوم. المهم هنا كيف ما كتشوفوا غادي نخوي عليها الفرماج من الفوق، اي فرماج عندكم صافي، وندخلها للفران. هنا البنات بعد ما تشحرت ليا البصله والفلافل مزيان زدت خيزو، عاد من بعد غنزيد العطريه بشويه. هنا درت الملح، غادي ندير الابزار، غندير سكينجبير، شويه ديال الكمون، شويه ديال الخرقوم عود، صافي. وغادي نخلط هذا الشيء، تقدو تنسمو باش ما بغيتو، انا دائما كنسم هاد الحشوات هادو بزعيطره. المهم هنايا بعد ما خمر العجين ديالي غادي نشكلو كويرات صغار باش يجوني ميني باغيت. المهم تقدو ديروهم كبار الا بغيتو، نتوما ليكم الاختيار. المهم هاد العجين هادي تقدو ديرو بهم حتى البيتزا، تقدو ديرو بهم لي شوسون، يعني اي مملح اختار لكم على البال ديروه به، لحقاش عجينه رائعه نتوما غتجربوها وغتعجبكم ان شاء الله. المهم هنا غادي نزيد الزيتون مقطع، غادي نهز الخليط ديالي نديرو في شي اناء بحال هكا باش يتبرد الحشوه ديالي. غنزيدها الطون وغادي نسم بزعيطره. المهم عندي الفرماج ساندويتش حتى هو غادي نقطعو طريفات، وغادي نحك لانشون حتى هو غادي نديرو، او كاشير، المهم اي نكهه عندكم في الكاشير كيبقى اختياري، ولكن كيجي لذيذ في الحقيقه. المهم هنا صافي غنبدا نصوب في لي باغيت ديالي، غنهز بكره بكره كيف ما كتشوفوا، نرش شويه ديال الطحين ونبقى نسرح العجين ديالي على شكل بيضاوي بحال هكا. غنديروا الحشو ديالنا ونديروا الفرماج ساندويتش بحال هكا صافي، ونجمعوهم بهذه الطريقه هذه على شكل باغيت صافي، ونحطو في اللاطا. المهم غنبقى نستمر بهذه الطريقه حتى نكمل لي باغيت ديالي،
ومن بعد غادي ندهنهم بالبيض، البيض اللي غندير فيه شويه ديال الخل وشويه ديال التحميره حمراء او فلفل حمراء. المهم هاد لي باغيت هادو كيجيو لذاد وكيجيو طابين، شفتوا معايا البنات بعد ما ساليت لي كريب ديالي وشكلتهم على هذا الشكل هذا، زينتهم بخطوط ديال الشكلاط من الفوق ورشيت عليهم واحد شويه ديال اللوز. المهم راه كتجي هذه الحشوه رائعه بزاف، غادي تعجبكم ان شاء الله. وحتى الكغاطا حتى هي كتجي لذيذه بزاف، وهاد الميني باغيت اللي حتى هما روعه بالحشو ديالهم اللي لذيذ وبالعجين اللي سحري كيف ما قلت لكم غادي ينفعكم، راه كيجي عجين رطب ولذيذ بزاف بزاف. المهم البنات كان هذا هو لا فيديو ديال هذا النهار هذا، كنتمنى انكم تستافدوا معايا بشي حاجه، ونتمنى ان نكون خفيفه على قلبكم كيف ما ديما غادي نقول لكم تهلاو ليا فراسكم، حتى تلاقاو في فيديو جاي.